صباح الخير يا عزام. طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر هيضم لكم كريم مدير يوم 13 سبتمبر 2022، ونتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تلات ايام مؤشر داو جونز وارتفاعات الاسهم الامريكيه لرابع اليوم على التوالي، ودراجع اكيد في المقام الاول لانتظار المستثمرين بيانات الخاصه بالتضخم خلال اليوم، والتي قد من شانها تقدم دلائل حول مدى شده وتركيز الرفع او التشديد النقدي خلال الفتره القادمه البنك المركزي الامريكي. اليوم هنكون في انتظار بيان هام ومؤشر اسعار المستهلكين متوقع عليه سالب 1.1% والشهر الماضي كان 0%. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وبالتالي خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما معانا شارت اداء الايجابي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، على الفلات تريند، على الستوكاستيك، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثبات السعر عليهم وعلى نقطة المحورية عند 350، ولا دري نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر 775 وراها ال 120 واخر نقطة عند 350. مرة تانية كسر 775 وراها ال 120 وراها ال 350. سيناريو الآخر معاك سحب كسر ال 140 وراها 840 واخر نقطة عند 315. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.